لما المرأة تطلع لمجال العمل بالضوابط الشرعية، تمام. وخليني اكلمكم في الحتة دي يا بنات على جزئية خروجها، او لما حد يقولك ايه اصل دكتورة هالة بتقولك الاختلاط حرام. الاختلاط بدون ضوابط شرعية وبدون الخمس ست خطوات اللي احنا قلنا عليهم، خروج المرأة للعمل او خروج المرأة للدراسة بشكل ازاي، او التعامل مع الشباب ازاي، لو انتي اخليتي بالشروط ده بالاختلاط حرام. إيه، ما بقولكيش انعزلي، ولا بقولك ما تكلميش، ولا بقولك كذا، لكن بقولك على الاقل اعملي الامر الشرعي فيها، طالعه بلباسك الشرعي، لا تخضعي بالقول. الامر اللي انت بتتكلمي فيه لو في شغل او كذا يناسب كينونتك كانثى. النقطه اللي بعد كده، انك انت عارفه انت اللي ايه، اللي بترمي بكلام وتتكلم في الامور الخصوصيه، وتتكلم في الامور معرفش ايه اللي هي خاصه بالراجل، ايه ده وشكلك وعاملك وده يليق وده ما، وانت مالك، انت مالك، انت هو لابس ولا هو عامل ولا هو كذا، ما له حريم في البيت، انت مالك تتدخلي في الامور دي ليه؟ وهو نفس الكلام، انت عامله ايه وزوجك عامل ايه وانت مالك، انتوا لكم عمل واحد اتنين تلاته، ما يتقفلش عليكم باب مكتب، الدنيا مفتوحه، التعامل في حدود الشغل والشكرة. ما بلبس عالي ليضربن بارجلهن ليعلم، تبقى متغطيه وبعدين تلبس كعب تيك تاك تيك تاك، فالدنيا باظت كلها. كل الكلام ده لو طالعه بالضوابط دي تمام. نفس الكلام في موضوع الجامعه والاختلاط، ما بقولكيش انعزلي، لكن بقولك حط حدود. جروب الدفعه موجود، الكلام على جروب الدفعه بياخدك على الخاص، اعملي له ريبلاي على الجروب العام عشان يحرم ياخدك على الخاص ثاني ويبعت لك حاجه على الخاص. الامور ما بنقولش، بنتكلم، ما بخضعش، غض بصري، حجاب الشرعي، الكلام في حدود المعامله اللي المفروض يعني لازم وحتما وفرضت عليا ان انا يبقى في نوع من انواع التعامل في الامر ده، امر شرعي بحت.